أيا ومضة من جلال الشريعة، أيا ومضة من جلال الشريعة، ويا هبة من هبات الطبيعة المليانة. أيا ومضة من جمال الشريعة، ويا هبة من هبات الطبيعة. أشاع ابن يوسف فيك الصلاح، أشاع ابن يوسف فيك الصلاح، ووش الجمال رباك البديعة. أذكار أم أنت عش العقاب، أم الصقر منك استمد ضلوعة، أم العاشق المستهام المعنى بنبع العناصر أجرى دموعة، أم الحب رق لمجنون ليلى، أم الحب رق لمجنون ليلى فرش بعين النسور صريعة. أشادك بومبي مقوق سروما، أم ابن مولوجين رب الصنيعة، فأغرى بمليانة الطامعين، فأغرى بمليانة الطامعين، وما كنت للطامعين وديعة. فما ارتاح فيك بنو هندل، فما ارتاح فيك بنو هندل وآل ابن عائشة بالفجيعة. جرى مثل واديك ناديك علما، جرى مثل واديك ناديك علما، فبوأ أحمد فيك الطليعة، وأقطع يعقوب أحمد أغمات، وأقطع يعقوب أحمد أغمات، والنبل في ابن مارينا طبيعة. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. أبو العباس أحمد بن علي من نفاخر مليانة، عالم وفقيه وشاعر عملاق، أقطعه السلطان يعقوب المريني أغمات إكراما له. سلبنا علي الناس عن ذكرنا، وقلعة حماد عن مجدنا. يجيبك ابن حمديس في الخالدين، يجيبك ابن حمديس في الخالدين، ويصنع قوافيه من وحينا، وتنبئك عائشة العمارية الشاعرة، وتنبئك عائشة كيف كانت ترق وتقسو على بعضنا. عائشة العمارية من أشهر الشاعرات النساء في دولة بني حماد، لا شعر رقيق إلى جانب أهاجيها اللاذعة كقولها في رجل أصلع تقدم لخطبتها: عذيرية من عاشق أصلع، قبيح الإشارة والمنزع، برأس حويج إلى صفعة، ووجه حويج إلى برقع. وتنبئك عائشة كيف كانت ترق وتقسو على بعضنا، وتذكر بجاية أحلافنا، وأسطولنا الضخمة يغزو الدنا. وتذكر بجاية أحلافنا، وأسطولنا الضخمة يغزو الدنا. وفي القصر، وفي القصر تختال بلارة تشيع الضياء وتفشي السنا. قصر بلارة تصاهر فيها الدهاء والجمال، تصاهر فيها الدهاء والجمال، فضم انصهارهما شملنا. بلارة بنت الشاعر تميم بن معز بن بديس، وإليها ينسب قصر بلارة بالقلعة، وقد أبدع في وصله عبد الجبار بن حمديس السقلي، وكانت بلارة سببا لمصاهرة سياسية ناجحة لما توفر فيها من دهاء سياسي وجمال، فجمعت بين الصنهاجيين بالمهدية وبين بني حماد ببجاية، وكونوا نوع من كونفدرالية. تصاهر فيها الدهاء والجمال، فضم انصهارهما شملنا، وأعلت بجاية هام الجزائر علما، وشادت سروح الهنا، وبار ابن تسعين فيها النصارى، وبار ابن تسعين فيها النصارى، فأفحم من لاحقوا ظلنا. جادل عبد الحق ابن تسعين النصارى فغلبهم، وبار ابن تسعين فيها النصارى فأفحم من لاحقوا ظلنا،
وأرقامنا العربية مالت، وأرقامنا العربية مالت أوروبا العجوز لها طوعنا. انطلقت الأرقام العربية من بجاية إلى أوروبا، وأرقامنا العربية مالت أوروبا العجوز لها طوعنا. وكان أبو مدين والثعالبي هنا يرفعان البنا. الشيخ أبو مدين شعيب بن حسين دفيل سلمسان من مواليد بجاية، وكذلك الشيخ عبد الرحمن الثعالبي من مواليد بجاية كذلك، رحمهم الله ورضي عنه. وأرقامنا العربية مالت أوروبا العجوز لها طوعنا. وكان أبو مدين والثعالبي هنا يرفعان البنا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابحه من حنايا الجزائر. وتنجب ندرومة الخالدين، فتعلي الجزائر منا الجبين. ويصنع وحدتنا ابن علي فيرفع رايتها باليمين. سنة 524 هجرية أسس عبد المؤمن بن علي النضرومي دولة موحدين بعد أن قضى على دولة مرابطين بالمغرب الأقصى، وتقدم إلى المشرق وتسلم زمام المغرب المغربين الأوسط والأدنى، ووحد من المغرب والجزائر وتونس تحت إمرة المهدي بن تمرت، وركز الهلاليين الذين لم تهضمهم الدول السابقة. ويصنع وحدتنا ابن علي فيرفع رايتها باليمين، وتحدو مراكش أقدارها فتنفض عنها غبار السنين. وينبض قلب بأرض الجزائر تمسك تونس منه الوتين. وتنصب أندلس عندنا، ونرتاح للعرب النازحين. زخرت الجزائر وتونس والمغرب بجموع الأندلسيين المهاجرين اطمئنانا للأوضاع السائدة آنذاك. ويمضي ابن تمرت يغزو الضلال فيخلص لله عقل ودين. وتصفو أعز المطالب فيه فتصفو المناهج للسالكين. أعز ما يطلب اسم للمدونة التي جمعها المهدي بن تمرت في القانون وتشريع الأحكام، والتي كان يجري به العمل في أيامه. وتزخر بالعلم أرجاؤنا فتسمو المدارك بالنابهين. ويهزج بالصابحات الشريف ويلمع يوسف في اللامعين. الشريف بن عمارة الذي برز في فن الموشحات، ويوسف بن إبراهيم الورجداني المحقق الضليع والمؤرخ الواسع الاطلاع. ويهزج بالصابحات الشريف ويلمع يوسف في اللامعين. متى سيتوب الأولى لم يزالوا بوحدة مغربنا كافرين. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابحه من حنايا الجزائر. تلمسان مهما أطلنا الطواف إليك تلمسان ننهي المطاف. يا غمراسن الشهم ضاق استبارا وغالب 50 عاما عجافا، وأصلى بني حفص حربا عوانا ومصطاع بابن مرين اعترافا. فكانت تلمسان دار سلام وأمر الجزائر فيها أتلافا.
فأكرم بمشورها الوطني وزجان يحسم فيه الخلافة ويدفع خطو بني عبد واد فتغزو الحياة ثقالا خفافا ويسكر هذا الوريض الدنا ويسكر هذا الوريض الدنا فتعصر فيه النجوم سلافا ويكتب يحيى بن خلدون سفرا فيهتك في النيرات السجافا وتنشق منجانة منجانة وتنشق منجانة بالعذارى فيلتاع موسى ويأبى انصرافا أقام ابن الفحام ساعة الناطقة المنجانة في قصر أبي حم موسى الثاني كلما تقدمت ساعة من الوقت انفتح باب المنجانة وبرز من خلالها فاتنات عذارى حسان يعلن الوقت بمقاطع شعرية بديعة وتنشق منجانة بالعذارى فيلتاع موسى ويأبى انصرافا أفي رفرف الخلد قد وجدوه أفي رفرف الخلد قد وجدوا تلمسان أفي رفرف الخلد قد وجدوا تلمسان فاختطفوها اختطافا شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر.